بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب احمى وحمو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. معاهم النهارده اللي قاعد في النص ابراهيم ابن اختي حبيبي، مشرفني ومنورني، ربنا يخليه يا رب. النهارده هيعملوا تحدي الاندومي. احمد بيشاور لكم اهو، بيقول لكم حطوا لايك واشتراك، ابراهيم بيقول لكم اشتراك في القناه، وحمو فعلوا زر الجرس، وهم دلوقتي بقى ايه في الشير، وما تنسوناش في الشير، وانتوا حبايبنا وعلى راسنا حبايب احمد وحمو وابراهيم. وهم دلوقتي بص عمالين يشمشموا في ريحه الاندومي، هيموت عشان ياكلوا اندومي. يلا ابتدوا بقى، 3 2 1 سلموا على حبايبكم وانتوا بتاكلوا. ازيكم؟ ازيك يا حبايبي، عامل ايه؟ يلا مش بقى باللايك، عارفين انا لو خسرت هتعمل ايه؟ هكسبكم. وانا شكلي هروح اجيب طفاية حريق. ماشي يا جدعان، انا مش قادر اكل، بقي مولع نار. احنا حاطين شطة على اندومي. اي والله انا بتاع حلو اهو. بص المية حمو مش قادر. هم؟ ها؟ وانا او صح، شكل انا اللي هخسر. يا جدعان انا لو اكلت حته بس هجري من الفيديو. ماشي يا جدعان، لسه ما عملش لايك يعمل، ولسه ما اشتركش يشترك، فعلوا زر الجرس واستنوا التحدي الجاي، واستنوا العقاب هيكون جامد، بس يا رب محمد يكون يخفف عليا العقاب. انا حاسس ان انا اللي اخسر. ما انا وقفت اندومي ليه خنفت معايا، انا وقفت معايا ليه خنفت اندومي. Thank you.
بالشوربه. خلاص صلح نشرب المايه. مش قادر ولا بقي ولا خلاص اعمل. لا ما اعرفش اعمل كده. احنا بنعرف عايزين بقنا اكبر منك. وريني انت قربت تخلص حمو. وريني ماما ليه؟ عشان عايز منديل انف. ماما يا ماما تعالي. دي منديل انف. انتو استبيتوا؟ خلصت. لا وابراهيم لازم خلصت اهو يا جدعان الطبق خلصته بس اخر شويه دول كلهم شطه. خلصت انا الاول وابراهيم الثاني واحمد الثالث. ماشي يا حبايبي هنلم الحاجه وهنجيلكوا في العقاب. هادي منديل.